الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، باب التيمم. نبدأ اليوم بابا جديدا وهو باب التيمم. والتيمم لغة القصد، وشرعا قصد الصعيد الطيب، الأرض الطاهرة، التراب الطاهر أو الحجر الطاهر، وما يقوم مقامه لأداء الطهارة البديل عن الوضوء والغسل، وهو وضع اليد على الأرض الطيبة أو ما هو من جنسها، ثم مسح الوجه واليدين بهما. وقد ورد الأمر به في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقد أمر المسلمون بالوضوء عند موجباته وبالغسل عند موجباته، وشرع الوضوء والغسل بالماء. فإن لم يجد من يريد الطهارة الماء، وفي حكمه من وجده ولم يقدر على استعماله لمرض أو سبب آخر شرعي، فللاستشعار بالطهارة المعنوية والنقلة من الحالة الحيوانية إلى الحالة الملكية شعوريا ووجدانيا، شرع رب العزة والجلال أيسر ما يمكن من البدل، وفيه معنى يذكر أصل الوجود والمعاد. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفيه التواضع مع الرخصة واليسر، وهو أن يقصد الإنسان ويتوجه إلى ما هو من جنس الأرض الطاهرة فليمسح به الوجه واليدين. وورد في القرآن الكريم هذا اللفظ 3 مرات، مرتين للمعنى الشرعي والقانوني، ومرة للمعنى اللغوي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورد هنا في المعنى اللغوي، أي لا تقصدوا المال الخبيث الرديء المرذول لتتصدقوا به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والتيمم من الطهارات المعنوية البديلة عن الطهارات الحسية. قال الإمام ولي الله الدهلوي: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة، ولا يألفوا ترك الطهارات، أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم. ولما كان ذلك كذلك، نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات. وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت به الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تفقد، فهي أحق ما يرفع به الحرج، ولأنها طهور في بعض الأشياء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماء، ولأن فيه تذللا بمنزلة تعفير الوجه في التراب، وهو يناسب طلب العفو. وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يشرع التمرغ، لأن من حق ما لا يعقل معناه بادئ الرأي
أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار، يعني لم ينظر إلى مقدار التمرغ في التراب للذي يحتاج إلى الغسل، بل نظر إلى ما هو المؤثر بالخاصية في النيابة عن الطهارة الأصل. فإن هذا هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب، ولأن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية. وفي معنى المرض، وفي معنى المرض البرد الضار، كما ورد في حديث عمرو بن العاص. والسفر ليس بقيد، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر إلى الذهن، وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ، وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبه. والمراد فقط يعني التنبيه إلى أن هذه أيضا طهارة جعلت بديلة عن الطهارة الأصل، إذا لم يكن عند الإنسان ماء أو كان الماء يضره فهو يستعمل هذه الطهارة البديلة لتحصل الطهارة المعنوية. وقد اشتمل هذا الباب على 11 حديثا ننظر فيها أولا نظرة إجمالية، ونستخلص منها ما اشتملت عليها من معاني. أولا، فضلت هذه الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام بثلاثة أمور. أولا، جعلت صفوفها كصفوف الملائكة. ثانيا، جعلت الأرض لها مسجدا. ثالثا، جعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. هذا ما يتعلق بتفضيل هذه الأمة بثلاثة أمور. أما الأمر الثاني مما ورد في هذه الأحاديث هو من أصابته جنابة ولا ماء فليتيمم. الأمر الثالث، التيمم ضرب الأرض بالكفين والنفخ فيهما ومسح الوجه والكفين أو مسح الوجه والذراعين، هكذا ورد. الأمر الرابع، التيمم يكون البديل عن الوضوء والغسل وإن لم يجد الماء 10 سنين. الأمر الخامس، الجريح يعصب جرحه ويمسح عليه عند الوضوء والغسل. الأمر السادس، الذي يتيمم للصلاة ويصلي ثم يجد الماء فيتوضأ ويعيد الصلاة له الأجر مرتين. الأمر السابع، يجوز بل يستحب المسح لرد السلام إذا خاف فوت رد السلام. الأمر الثامن، مسح بعض الصحابة كما ثبت عن بعضهم بأيديهم إلى المناكب والأعباط، يعني لا شك أن هذا كان عملهم ولم يكن ذلك ثبت بالحديث المرفوع، وإنما هذا مبالغة كما ثبت عن بعضهم إسباغ الوضوء إلى ما فوق المرفقين وما فوق الكعبين، كذلك جاء عن بعضهم في التيمم. تضمنت هذه الأحاديث المذكورة في الكتابين أي المصابيح والمشكات هذه المعاني التي ذكرت في نقاط ملخصة، ونريد أن ندرسها بشيء من التفصيل في الأحاديث التي تأتي في الفصول الثلاثة. وأكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.